حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير. استثنائيا اليوم الساعة 11 صباحا بمواكبة للخلوة الروحية المسيحية ببيت عنيا بحريصة، وضيفتي بالاستوديو الصحفية الزميلة سكارلات حداد. صباح الخير سكارلات. صباح القداسة استاذ جورج، ان شاء الله يا يلي رب حلت على المسيح على الاطراف ان شاء الله المسيحية، ان النواب شاء الله. المسيحيين اليوم. تستبشري خير قبل ما اروح لعند زميل جورج عبودي حطنا بالاجواء؟ هلا كنت بفضل اعلق من بعد، بس انا يعني بقول على كل حال مش يعني ما بعرف اذا قديش رح تكون نتيجه فعليه وملموسه، بس اكيد احسن من ما يصير شيء. خليني قبل ما تابع بالنقاش وافتحه على كل المستويات والملفات، انه انت اللي عند الزميل جورج عبود اللي موجود ببيت عنيا. جورج صباح الخير. صباح النور جورج، لإلك لزميلتنا سكارلات واكيد مشاهدي الاو تي في. شكرا جورج. يعني هذا اللقاء الخلوة الروحية التأميت وستتوج بقديس عند الساعة 12 ظهر يترأسه البطريرك الراعي، ماذا في الأجواء؟ بالفعل جورج يعني خلوة روحية مع قديس وصلاة على نية يعني انتخاب رئيس للجمهورية، في حين ما نجحت المحاولات السابقة للبطرك الماروني بشار الراعي بتحريك هيدا الجمود الرئاسي من باب حوار مسيحي كان أراد بأنه ترعاه بكركي، هيدا الموضوع فشل بسبب رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحت حجة أنه الحوار رح يكون بمناسبة كشكل لقاء شكلي. يعني اجت هيدي الخلوة الروحية للنواب المسيحيين ببيت عنيا بحريصة. من ناحية الشكل في مشاركة 53 نائب من أصل 64، أي بتغيب 11 نائب مسيحي. يعني من ناحية التغيب كان سبق وأعلنت النائب سينتيا زرازير بأنها ما بتشارك تحت أي لقاء فيه اصطفاف طائفي. أيضا فولا يعقوبيان أعلنت عدم مشاركتها. النائب لياس بوصعب كان أعلن مسبقا عدم مشاركته وقال أنه الموضوع بحاجة لحوار وطني وحوار جامع. أيضا ميشيل معوض تغيب بعذر لارتباطات سابقة بأمريكا، وأوفد النائب عبد المسيح عنه عن حركة تجدد. يعني اليوم هيدي الخلوة يهدف من خلالها بأنه أراد البطرك الراعي بأنه هيدا اللقاء يكون جامع ويكون روحي بامتياز ويجمع بالصلاة والتأمل على مائدة واحدة من فرقتهم السياسة والاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الأخرى. نعرف جورج يعني المجتمعين كل واحد عنده اسم لرئاسة الجمهورية وعنده طرح، ما في اتفاق، وفشلت كل محاولات تقريب وجهات النظر دعوات لا حوار سابقة من أجل أنه هذا الاستحقاق يكون استحقاق جامع، وبالتالي يقدر اللبنانيين بأنه يوصلوا رئيس للجمهورية بعيدا يعني عن الإعاز الخارجي والحركة يلي عم نشهدها. إذا بدنا نحكي شوي من ناحية البرنامج، هذا اللقاء بدأ بالساعة 9 صباحا وتحت تأمل الأول بعنوان موت الرجاء وقيامة إلهية، بيليه عند الساعة 9:30 استراحة، من بعدها بتمام الساعة 10 في التأمل الثاني تحت عنوان أعمال المؤمن الداخلية والخارجية. من 10:30 حتى الساعة 11:30 رح تكون ساعة صمت وتأمل، وأيضا زيارة الإربان. يليها عند الساعة 12 إلا ربع القداس الإلهي والمناولة، وبينتهي اللقاء عند الساعة 12:30 بغدا بضيافة دار بيت عنيا. يعني هيدا اللقاء يلي بعيد عن الإعلام، تولت بكركة توزيع الصور، وبالتالي بدنا نشوف إذا رح يكون في أي تفاصيل ومعلومات إضافية حول شو رح يرشح من خلاله. بدنا نشوف أيضا كمان جورج من غير المعلوم إذا رح يكون خلال هالقداس في خطبة للبطرك الراعي، وبالتالي بدنا نشوف شو الرسالة، إذا كان في رسالة سياسية رح يوجهها من بعد هيدي الخلوة. بيبقى الأهم اليوم جورج إنه خلال هيدي
الاستراحة خلال هذا النهار الطويل بحريصة. بدنا نشوف يعني إذا رح يكون في نقاشات جانبية، رح نشوف إذا رح يكون في تقريب لوجهات النظر. أكيد يعني ولو أنه هيدي الخلوة الروحية أرادوها بأنها تكون بعيدة عن السياسة، يعني إلا ما يكون في دردشة، إلا ما يكون في يعني حكي بين النواب الموجودين، يعني بوقت كان في أطراف عم ترفض بأنها تلتقي أطراف أخرى. إن شاء الله يكون هيدي الخلوة الروحية بمثابة يعني شوي التقاء بين هيدول النواب، وخاصة أنها إجت من بعد استكمال جولة المطران أبو نجم وال يعني الليستة الرئيسية يلي حملت أسماء رئيسية جالت على معظم الأطراف السياسية. بدنا نشوف شو بده يرشح، والأهم نشوف البطرك الراعي شو رح يوجه خلال خطبة القداس. جورج، شكرا. شكرا لك زميلنا جورج عبود على هذه المتابعة، علما أنه شفنا كمان مصافحة صارت بين أكثر من طرف متخاصم بالسياسة بحضور البطريرك الراعي. سكارلت حداد، هذا المشهد اليوم يلي حضروا 53 نائب مسيحي بتغيب ل 11 نائب، ماذا يعني بالنسبة لك كمتابعة ومراقبة؟ فشل للكركة بالجمع بالسياسة وتعويض عنه بجمع روحي بمكان معين؟ يعني طبعا حضرتك قلت كل شيء، انه هي حاولت بالاول بكركة تجمعهم بالسياسة ليصير في حوار مسيحي مسيحي بالنسبة للملفات الساخنة، واولهم ملف رئاسة الجمهورية، ولكن شفنا شو كانت المواقف. هلا في طريقة مواربة، بركي انه بنحكي بالصلاة، بركي هالشيء اللي بيجمعهم هالبعد الروحي يعني اللي بيجمع مفروض هالنواب لحتى نحرك، اكيد من خلالها هي بداية طريق لن توصل لاتفاق سياسي، لانه بالنهايه الوضع ملح كمان بالبلد. يعني انا بشوف انه بالعكس بكركة ما فيها تيأس، وهو قال البطرك سيدنا البطرك قال نحن ما بنيأس، والرجاء دائما والامل دائما بقلوبنا، فاذا بده يجرب بكل الطرق، اذا هي ما نجحت بضل رح يفكر بغير طرق ليجمع هالفريق هيدا النواب المسيحيين، لانه انت بتعرف انه هن بالنهايه لهم دور بانتخاب رئيس، ومفروض هالدور يتحملوا مسؤوليته يلعبوه. يعني توسيع اللقاء ليشمل كل النواب المسيحيين، هيدي من جهه كيف تقرأينا، ومن جهه ثانيه تغيب عدد منهم كلهم حسب عذر قدموا، انه الصفافات الطائفيه كما قالت النائب سينتيا زرازير، النائب الياس بوصعب ايضا وتغيبه، ماذا يعني هذا الامر؟ لا بعتقد انه حتى اذا يعني هن ما فيهم، اذا بيرجعوا بيدعوا مثلا نواب الكتل الرئيسيه، ما يسمى بالكتل الرئيسيه يعني كتله تيار كتله لبنان القوي، كتله الجمهوريه القويه، كانه هيدا حوار سياسي، بتكون القصه كثير مكشوفه. فاذا مشان هيك ارتضى البطرك انه يجمع كل النواب المسيحيين يلي بالنهايه هن لهم اصوات كمان، يعني صحيح وليك اذا بدك اصوات اكبر، لانه هالكتلتين اللي سميتهم اثنيناتهم سوا عندهم تقريبا 37 نائب مسيحي عم نحكي. فاذا ايه طبعا، لا بالعكس يعني هو توسيع، لانه كل واحد له دور وكل واحد له مسؤوليه تجاه هالوطن، ولكن يعني وحتى ما ياخذ طابع سياسي، لانه كانت لو دعا بس الكتلتين مثل ما قلت لك كان اخذوا ذات المواقف وما بدنا. والتغيب يلي صار من قبل بعض من هؤلاء النواب، في بعض انه انا بلاقي انه هول يعني هيدا موقف كمان له يعني هيدا موقفهم يسجل هذا الموقف. ماذا عن ابعاده؟ بتعتبري رساله الى بكركي او انه فقط هيدا موقف مجرب متجانس مع هن شو بيقولوا؟ في فيك انت ترفض الاصطفافات الطائفيه، ليش لا؟ ما نحن عم نطالب كلنا انه نتخطى هالمواضيع، بس لكن اليوم بالوضع اللي نحن موجودين فيه بالظروف السياسيه الموجوده، لا في تشنج طائفي، ومشان هيك كل واحد بده يتحمل مسؤوليته. هن ما بيريدوا تكون الاتيكيت تبعيتهم انه نايب مسيحي، انا بحترم بالعكس، وبتمنى انه يجي يوم الكل ما نعود نحكي بالطائفيه، بس هلا مش هيك. بس هي دعوه الى حوار،
يعني الأساس فيها لقاء روحي، ولكن بمكان معين هي شكل من أشكال الحوار ايه طبعا والتلاقي. هي الحوار من خلال التطلعات المشتركه ضمن الديمونسيون، يعني الأبعاد، البعد الالهي، البعد الديني. فاذا في ناس ما بدها تحكي بهالموضوع وما بتحب انه تكون ملزوق عليها الاتيكات الطائفيه، كل واحد لازم نحترم. انا بالعكس بحترم، تعتبري انه كركي تريد ايضا ان تزيد. بعدين بالنهايه بما انه حضرتك قلت، وهذا كمان عم بقول، انه من خلال هالاجتماع هيدا في خلفيه سياسيه لتحس الافرقاء ليتفقوا على شيء بوزيتيف، مش مثل عاده بيتفقوا على اللي ما بدهم اياه، بس شي مره يتفقوا على شيء بدهم اياه، هن ما بدهم يكونوا بهالاصطفاف هيدا. انه ما في يعني معلش بدنا نتقبل كل لا واحد طبعا شو. كل واحد عنده رايه وكل واحد عنده توجهاته وكل واحد عنده وجهه نظر معينه. تعتبري بكركي اليوم تحاول ان تزيل عن القوى المسيحيه طبعت او صبغت انه هذه القوى بعدم اجتماعها هي التي لا تؤدي او لا تؤمن انتخاب رئيس مقبل؟ لا بالعكس، انا بشوف العكس. بالعكس عم بتثبت انه انتم عندكم مسؤوليه تجاه الملف. طبعا لا بالعكس، يعني عم بتجرب انه تجرب توفق لوقف تعطيل المسيحي، تعتبر التعطيل هو تعطيل المسيحي بامتياز لهذا الملف؟ طبعا مش نحن منقول انه هيدا الاستحقاق هلا هو استحقاق وطني. طبعا وقت رح يجي رئيس جمهوريه رح يكون رئيس جمهوريه كل لبنان، ولكن حاضنته مسيحيه. بس بالمعنيين الاكبر مش يعني هن المسيحيين، فاذا ايه اكيد انه لهم دور. يمكن يجي نهار ما يعود لهم دور، ما بعرف، بس هلا بالتركيب الموجوده وبالاصطفافات الحاليه لا اكيد المسيحيه. اذا بيتفقوا الافرقاء المسيحيه اللي اليوم مجتمعين ببكركي اذا بيتفقوا على مرشح، انا بعتقد بيجي يتحملون كامل المسؤوليه بتعتبره، لانه كمان اليوم عم نسمع اصوات من الطرف الاخر او الاطراف الاخرى تقول انه فليتفق المسيحيون وسيكون هنالك رئيس، مثل كانه عم بيسحبوا المشكله وفتيل المشكله من عندهم ويكبوها عند الطرف المسيحي. شوف القصة شوي معقدة، بس خليني اقول لك انه لو يعني نحن ما فينا نتكهن، بس لو المسيحية بيتفقوا ساعتها فيك تبني على ونرفض مرشحهم، ساعتها فيك تبني على هالاساس. بس لحد هلا اني ما اتفقوا، هن ما اتفقوا ولا مرة، يعني غير الاستحقاق بسنة 2016 اتفقوا، بس في الأوقات اللي اتفقوا فيها قليلة. أجوا اتفاقات ثنائية آنذاك، وكان كمان في مسيحيين آخرين خارج هذه الاتفاقات. بس مش غلط يكون في ناس خارج، بس بدك الأساس كمان يكون موجود، يكون له دور، وإلا أنت عم تلغي دورك بالنهاية. طل هلأ هل تضيع الوقت هو لمصلحة البلد؟ لا. لمصلحة الأفريقا؟ لا. أنا بعتقد صار حن الوقت انه كل واحد يتحمل مسؤوليته. بس انا برجع بقول لك انه اذا اتفقوا الافرقاء المسيحيين على الاقل اللي موجودين على شخص، على مرشح او على خطه معينه، بعتقد انا ساعتها اذا ما مشيت فيك تقول انه لا التعطيل جاي من غير. بس لحد هلا طالما ما صارت هالشيء فينا نقول انه هن مسؤولين. كمان بتعتبر انه سيستكمل هذا الموضوع بلقاءات روحيه اخرى او الى ما هنالك برعايه بكركي بالمرحله لا المقبله؟ لا، هي اللقاء الروحي بدايه. هلا اذا الاجواء الروحيه بتسهل، اذا نزل الوحي، اذا نزل الروح القدس على المجتمع، ساعتها بتستكمل، مفروض تستكمل بلقاءات ساعتها سياسيه. بس هلا هيدي اول خطوه، اذا نجحت وان شاء الله بتنجح بتتكفى بغير مواضيع. بس كمان البطرك ما في يقعد وما يعمل شيء. البطرك اليوم لا يتحرك فقط مسيحيا على ما تشير بعض المعلومات الصحفية، هو امبارح وجه يبدو رسائل أيضا إلى حزب الله، إلى نبيه بري، إلى الطرف الاشتراكي، جدد الكلام كما قرأنا عن لائحة الـ11 اسم يلي طرحها وأضاف إليها أسماء جديدة. يعني البطرك عم بيجرب يعمل قد ما فيه ليحرك هالملف. انا بعتقد اليوم يلي صار انه تحرك الملف جديا على الصعيد الخارجي، يعني بلش يتحرك جديا، لمنيح لمش منيح هذا كله قابل للبحث، ولكن صرنا بمرحله جديه. يعني بتحس انه الوقت بلش يضيق، يا بيتفقوا اللبنانيه يا بيجي الاتفاق من برا وهن بينجبروا ينفذوا. خلينا نستعمل هالمرحله لنجرب نتفق، وانا بعتقد البطرك عم بيعمل اللي بيقدر بهالموضوع، ولكن في اشياء، في معطيات، في اعتبارات، في مصالح. يمكن هو عم بلاقي اصطدام شيعي، يعني كما يقال انه
تم الإجابة بشكل أو بآخر على رسائل البطريرك الراعي بأنه نحن من هذه اللائحة مرشحنا واضح هو سليمان فرنجية وما عنا أسماء تانية نقدر نقترحها. بس هيدا كمان ما بعرف قديش بكره اذا اتفقوا المسيحيه، ما هن عم بيستفيدوا من الانقسام المسيحي لحتى يعني يشددوا بموقفهم، ولكن اذا اجت الاطراف المسيحيه وقالت نحن متفقين على هيدا المرشح، او لنقول على ثلاث مرشحين لنخلي مجال للاخذ وعطاء، ساعتها فيك تقول في تشدد شيعي، بس ما هن بيستفيدوا كل الافرقاء، وهيدا باللعب السياسي يعني هيدا شيء مشروع، بتستفيد انت من انقسامات غيرك لحتى تقرب اذا بدك. بس ليش ساعتها اليوم في بشكل واضح فقط اسم سليمان فرنجية يطرح من قبل الثنائي الشيعي، لا اسم ثاني له، لا خطه بديله له، كل مين بيجي بيطرح اي فكره جديده على الثنائي الشيعي لا ياخذ بها. استاذ جورج صرنا حكينا بهالموضوع كذا مره، قصه الخطه البديله طالما انت بعد ما في موقف موحد مقابلك، ليش بدك تطرحها؟ كانك انت عم تنسف خطتك، وقت تيجي بتقول انه انا عندي خطه بديله. طبعا بيتقدم يعني سليمان فرنجية سكارلات حداد، تعتبرين يتقدم اليوم سليمان فرنجية؟ ليك الفيل الحال اذا بدك يلي صار فيك تفسره، كل واحد بيفسره مثل ما بده، لحد هلا ما في اذا بدك. عم نحكي عن زيارة فرنسا، عم نحكي عن زيارة فرنسا وعم نحكي عن العقوبات الامريكية المفاجئة، هلا كل واحد بيفسرها مثل ما بده، بس فيك تقول بشكل عام انه اكيد زيارة فرنسا كانت دعم لترشيح سليمان فرنجية. كيف كانت دعم؟ بسمحي لك، يعني البعض قال انه زيارة فرنسا كمان كانت قطع ورقة سليمان فرنجية. لا بعتقد هيدا الكلام بلش اول نهار، لكن بدي اخذ من المعطيات اللي موجوده عند حضرتك. بس خليني اكفي لك الفكره، يعني انت كل شيء للاسف بهالبلد كل واحد بيقول لك عندي مصادر وبيقول لك هيك، كل واحد بفسر مثل ما هو بده. هلا انا بقول لك شو انا عندي معطيات، بس اكيد يعني بمجرد يوجهوا له دعوه وما يقولوا له انه نحن سوري ما مثل ما قال بالاول، يعني هيدا مش هيك بيتصرفوا دوله كبيره مثل فرنسا، مش هيك رح تتصرف، مش رح تيجي تقول له تفضل لعنا لنقول لك سوري ما قدرنا، مش هيك الامور، ولكن صار في حكي، يعني بالعكس بتحس انه تقدم بمطرح، وقت بيجوا بيحكوا معه بملفات معينه وبيقولوا له شو رايك بهاي وشو رايك بهاي، معناتها هن بعضهم مصرين يجربوا يسوقوا هالمرشح عند افريقيا تانيين. هيدي فيك تقول انه على الاقل بالمعلومات اللي انا عندي انه زياره فرنسا كانت تطور ايجابي لمصلحه ترشيح سليمان فرنجية، ولكن اجت العقوبات الامريكيه على بيت على الاخوين رحمه اللي هن عندهم علاقات كانوا كتير جيده مع القوات اللبنانيه كمان، بس اخر فتره يبدو انه صارت العلاقات اكثر مع ويعترف بها سليمان فرنجية بمؤتمر صحفي شهير بيعترف. فاذا فيك تفسرها كانه هلا التوقيت بالذات هو غريب وكانه رساله امريكيه للفرنسيين ولا نحن مش ماشيين بفرنجية. فاذا نحن بهالسيناريو هيدا هلا بيجيك ناس بيفسروا بيقولوا لك لا هيدي العقوبات ما لها علاقه او هيدا بروسيسوس معين ماشي، ولكن لا ما فيك ما تقريها بالسياسه بلبنان. فاذا نحن اللي بقدر اقوله انا اليوم انه بلش يتحرك وعم بتنجر الافرقاء المعنيين بالملف عم ببلشوا يلعبوا على المكشوف، ما عادت القصه مخبيه، خلينا بعتقد انا عم بتحرك جديا الملف ولا ننطر الملف الرئاسي ككل وليس ملف سليمان فرنجية. بتجي خلوة بكركب هالجو هيدا، ممكن اذا نجحت اذا حسوا انه لا في احتمال نحن نتفق ونبلش نسوي مرشح لنا، بعتقد بتكون الامور عم بتبلش تفوت بالجد ولكن الضمانات يلي انحكى عنها ويلي طلبتها قيل فرنسا من سليمان فرنجية بالتحديد بالاسئله اللي طرحت عليه بموضوع الملف السوري وبموضوع حزب الله، واجوبه سليمان فرنجية اللي روج لها بالصحافه انه انا بالملف السوري سوريا شقيقه او هي على حدودنا، وبملف حزب الله انه انتم ما قدرتوا تشيلوا سلاح حزب الله بال 2006، كيف بتكون يعني انا اللبناني اني اشيل سلاح حزب الله؟ هذا الكلام يلي نقل ما بيعزز بمكان معين فرضية عدم قبول السعودية بسليمان فرنجية؟ خليني اقول لك، اول شيء في الاشياء اللي بينحكى فيها علنا وفي الاشياء الثانيه اللي مخبيه. بعتقد انا فرنسا انه
في عندها معطيات، يعني في عندها مصالح أكبر من قصة بتخليها تدفش يعني تحبز إذا بدك هالمرشح أكثر من هيدا. بس كانت دائما تصطدم بواقع مؤخر فرنسا، يعني ياما قامت بالمبادرة واصطدمت بواقع النظر آخر عن إمكانية فرنسا التأثير المباشر والفعلي والحاسم بالملف اللبناني، ولكن فرنسا عندها غير معطيات. يعني اليوم فرنسا بحاجة، شو هي اللي بخليها إذا بدك تدعم ترشيح فرنجي سليمان فرنجية؟ أول شيء إنه هو قريب من القيادة السورية. اليوم فرنسا، نحن ما عم نشوف الصورة ككامل. اليوم فرنسا حتى بس على الصعيد الأوروبي هي شبه معزولة، لأنه رئيس إيمانويل ماكرون كان دايماً عم بيطالب بحوار مع رئيس بوتين، مع رئيس روسي، وبقية الأطراف الأوروبية منا موافقة. هي فرنسا يعني كانت عم بتقول ما بدنا يتدخل الأوتان، يعني الناتو، بالحرب الأوكرانية، هوليك الأوروبية لا ماشيين فيها. يعني في عندها مشكلة داخل أوروبا، عندها مشكلة يعني علاقاتها كتير سيئة مع إيران، علاقاتها كتير سيئة مع روسيا، علاقاتها كتير سيئة مع عدة أطراف، متوترة مع أمريكا. هي بدها طريقة لترجع تفوت على المنطقة من خلال البوابة اللبنانية، وإذا كان هالرئيس عنده علاقة طيبة مع القيادة السورية فيها ترجع تفكر، ترجع تفوت بطريقة ما على الساحة السورية وعلى الساحة الشرق أوسطية. هذه الحسابات الفرنسية، هيدي الحسابات الفرنسية. هلأ بذات الوقت في عندك معطى كمان ناس ما عم تحكي فيه، أنه الروس، يعني يبدو أنه الروس هن كمان داعمين ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة، يعني مش داعمين ترشيح، داعمين أنه يوصل لرئاسة. فإذا في عندك معطيين أساسيين بالمنطقة اليوم بدهن سليمان فرنجية كرئيس جمهورية. مشان هيك إجا رد الأمريكاني إذا بدك، إنه لا نحن مش قبلانين، وهلأ هيدي رسالة سياسية، خلينا نقول هيك. فإذا بعد الأمور عم تترتب خارجيا، بس اللبنانية لو هن متفقين وقادرين، والمسيحية خاصة بأنه هن الفريق المعني أساسا، حال هن هيك بيعتبروا بانتخابات رئاسة الجمهورية، لازم يقدروا يتفقوا. إذا تركناها بكرة بده يوصل وقت بدهم يحكوا بالمباشر على هالموضوع، ويمكن يتفقوا، ونكون نحن بعدنا قاعدين عم نتفرج مين بده ينتقد الثاني، وكيف بدنا نفشل هيداك، كيف بده يعمل. هيدي هي للأسف يعني. بس على قد ايه يمكن الرهان على الدور الفرنسي؟ يعني هذا سؤال اليوم يطرح جديا بعد فشل فرنسا على أكثر من مستوى طوال الفترة الماضية. اليوم على المستوى الرئاسي، واللي هو ملف كتير مهم للداخل اللبناني وأيضا للمنطقة وبعض دول العالم، الرهان على الدور الفرنسي مش رهان ممكن الأفريقاء اللبنانيين بيفكروا مثلك أنه خلص فرنسا أصلا مش طالع من أمر شيء، شو بدنا يعني مش أدني الأمور على جديتها. بس روسيا كمان مش طالع من أمر شيء، ما كمان في عندك يعني نحن عم نخلي بتقاسم المصالح والحصص، روسيا ودورها في لبنان. ايه روسيا ماشي لحد هلا، بس انت بدك تشوف كمان السعوديه اليوم وين. وهذا السؤال، السعوديه وامريكا لحد هلا العكس ما عم بينقل، ما في موقف صارم، يعني ما في وضوح. في انت بدك تقعد تحلل مثل ما بدك وتفسر شو عم بينقال، مشان هيك بعده الباب مفتوح لمفاوضات. انا اللي كنت بتمنى انه نحن ليش ننطر المفاوضات الكبيره، خلينا نحن نتفق. هيدا اللي عم يجرب اليوم يعمله سيدنا البطرك بالخلوه الدينيه، على امل انه يتطور، لانه ساعتها نهار اللي رح يتفقوا السعوديه والروس والامريكان والفرنسويه والايرانيه على شخص، خلص يعني ما بعد لنا دور، لا مش حرام نوصل لهيك يعني. قبل ما فوت شوي بالموضوع، هيدا انا الرساله اللي عم جاي بوصلها. قبل ما فوت بالموضوع السعودي والموضوع الامريكي والتاثير على الداخل اللبناني، ايضا في حديث اليوم عن قمه خماسيه جديده تنعقد، مش قمه، اجتماع خماسي جديد يتعلق بلبنان ينعقد مع عيد الفطر. ماذا يقدم او يؤخر هذا الاجتماع؟ لا اكيد بيقدموا يعني اول واحد شو نتج عنه. ما الامور عم تمشي ببطء، لانه الملفات كبيره، لبنان ما انه اهم ملف، لبنان ملف تفصيلي بس اكيد له كمان اهميته. فاذا هل قطر يستنتج الواقع اللبناني لينقل صوره في الى هذا طبعاً الاجتماع؟ طبعا
طبعا اكيد عم بيستمزج الافرقاء، وهو بيعتبر انه علاقته منيحه مع كل الافرقاء الداخليين، هو مزبوط، بس هو عنده مشكله مع سوريا مثلا، مشان هيك في حدا بده ياخذ مطرحه وقت بده ينحكى باكبر من التسويه اللي عم تتحضر كبيره على كل المنطقه. يعني نحن تفصيل، بس بهالتفصيل بدل ما نكون نحن ناطرين غيرنا شو بده يقترح علينا، ليش ما نحن بناخذ المبادره؟ للاسف يبدو صعب. على كل حال ان شاء الله نتفائل بالحركة القطرية اللي شفناها. يقال انه حكيوا القطرية عن جوزيف عون مرة جديدة. القطرية مش عم بيخبوا انه هن، حتى انه التصريح الوحيد القطري اللي كان من قيادة الجيش بلقاء مع رسالة جوزيف بحد عون. هاي رسالة مهمة، هاي رسالة بحد ذاتها. طبعا يعني نحن اليوم قدام لحد هلا في مرشحين، يعني في مرشحين في مرشح معلن اللي هو ميشيل معوض اللي هلا يبدو ما بقى حدا عم بيحكي فيه، وفي عندك سليمان فرنجي اللي شفنا شو، وفي عندك جوزيف عون قائد الجيش اللي هو مرشح جدي كمان، وفي بعده جدي؟ ايه جدي فقط. إيه جدي. بالدعم القطري؟ لا، في الدعم القطري الامريكي ومن ورا قطر في يمكن دعم ثاني. ايه امريكي؟ ايه يمكن بعد على يعني. على هذا الرأي الولايات المتحدة الامريكية؟ هلا ليك بدي اقول لك شغله، ما حدا ماسك شخص وداير فيه وهو وبس، لا لانه بس كل واحد عنده راي معين، لانه كل واحد مصلحه معينه، كل واحد عنده مصالح معينه وبيشوف مين بيامن له هالمصالح. ما حدا يجي عم بيعمل عمل خير مع ما حدا كاريتاس يعني من هالدول، كل واحد عنده في فئه بتشوف انه جوزيف عون احسن لها، وفي مع حفظ الالقاب، وفي فئه بتشوف انه سليمان، وفي فئه بتشوف حدا ثالث يلي بعد ما تبين. بس انه كل واحد حسب مصالحه شو البرنامج تبعه. هلا انا يلي معجبني انه بالنهايه كلنا بنعرف انه رئيس الجمهوريه مش هو لحاله بيقرر، بالعكس هو يعني الفريق اذا بدك اللي ما عنده الصلاحيات الاضعف الكبير. بالمعادله مش رح اقول الاضعف لانه كله بيختلف حسب الشخصيه كمان، الاساسي الحكومه. بس ما نحن كان عندنا رئيس، بس ما هو عم بيتم الحديث عن باكج، عن ديل معين يتعلق برئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه. هلا انحكى بالمقايضه، بس انا اللي بعرفه انه الفرنسيين مش كانت الفكره المقايضه قد ما هي فكره انه بدنا رئيس جمهوريه ورئيس حكومه يشتغلوا كفريق، مش يقعدوا يعرقلوا لبعضه. اكيد، لانه نحن شفنا النتيجه بهال فيها منطق الفكره. قصدي اقول هلا بس حدا فسرها مقايضه، حدا فسر، بس هيدي الفكره انه انت اليوم اذا جبت رئيس يا استاذ مين ما اجى، مش اذا اجى شو بعرفني شي اكس مارون شي بس وما قدر وتسمى رئيس حكومه وما قدر الف الحكومه واخذت لها 10 اشهر، يعني شو بنكون عملنا؟ شو بنكون عملنا؟ مشان هيك التفكير يعني يا اما منضيع وقت لا يجي وقت التسويه الكبيره تلحق لبنان، وجاي التسويه الكبيره هل بتلحق لبنان، يا اما بدنا ناخذ مبادره داخليه ولحد هلا ما مبين. انت لقى من هون في حديث كبير عن امكانيه ايضا يعني تتعاملي هذه الصيغه، بدك تعديلات بالنظام الداخلي اللبناني بكل احوال. ايه ممكن، وممكن تكون بس بانتظار التسويه الاكبر كما يقال. أنا أكيدة إنه في تسوية أكبر عم ينشغل عليها، وهيدي التسوية الأكبر رح توصل يوما ما على لبنان، بس نحن اليوم فينا نختصر الوقت. أعطى ضمانات بأنه هو مع الطائف، مع روح الطائف، مع تطبيق الطائف. بس هي مش غلط، ليش في حدا ضد الطائف اللي عم بيطالب؟ بس بالممارسة ما ثبتت مشكلة كبيرة بالممارسة اليوم بين السلطة الأولى والسلطة سلطة مجلس الوزراء. حتى الفريق اللي يعني اللي بينتقد الطائف ما عم بيطالب بتطير الطائف، عم بيطالب بتحسين، يعني كأنه بدك تعمل أبديت لشيء معين لأنه تبين إنه في سيستم. أنا برأيي كمان ما في شيء بالدستور الطائف كان بيقول في صار في إذا بدك انحراف بتطبيق الطائف لمصلحة هل انا اللي بسميها المنظومه، ما بعرف شو فينا نسميها، فينا نسميها المنظومه يلي هي خلقت شيء هالديمقراطيه التوافقيه، مش موجوده بهالتفاصيل بكل شيء، بس خلقت سيستم معين انه صار كل زعيم طائفه له كلمته بال بيتفقوا، اذا اتفقوا بيمشي الموضوع، واذا ما اتفقوا بيخرب الموضوع بيوقف. فاذا هيدي ما في يعني ما في شيء بيقول هيك بهالطريقه.
فهمت كيف؟ يعني صار في تطبيق اكستريم، يعني رحنا للاخر فيها للفكره وعرقلت السيستم يعني الدولي عرقلت. اسكالات حداد، بعد اليوم الحديث عن هذه المقايضه بموضوع سلمان فرنجيه ونواف سلام، ام انه السعوديه اجهضت هذا الموضوع واعتبرت انه تحصيل حاصل ان تكون هي من يختار رئيس الحكومه او يكون رئيس الحكومه قريب منا، فبالتالي هي منا بحاجه لهذا الباكج ديل يلي عم بينحكى عنه؟ ايه طبعا، هي كان حنطرح جديا انه فرنجيه او يعني ونواف سلام وحزب الله قبل، يعني بمطرح ما بطريقه ما بتفهم من وافق على نواف سلام وهو اللي بيعتبره خصم بالسياسه او لا يلبي يعني طموحاته بالسياسه، يعني تغير الموقف على كل حال، موقف حزب الله لين الموقف تماما. فاذا انقبل وقت انقبل، ساعتها السعوديه اللي قالوا نحن ما بدنا مقايضه وهيدي ما بتمشي، معناتها انه لا بعدهم. بس هل السعوديه يعني موقفهم بس بخص لبنان ولا عم بيفاوضوا على غير موضوع ولبنان هلا مش اساسي عندهم؟ انا بعتقد السعوديه جمله الملفات اللي هن بدهم يبحثوها، واليوم بكره بفتكر في لقاء بالصين ايضا بين وزراء الخارجيه السعودي والايراني، انه الملفات يعني لبنان مش اولويه، لبنان مش معنيين بس يصبح نحن اللي ما عم نفهمه انه السعوديه الحاليه اليوم تغيرت كثير عن اللي كنا بنعرفه. رؤيه محمد بن سلمان طبعاً مختلفه بهذه المرحله، بس ايضا هنالك البعض يقول ايه اذا هذه المرحله لبنان منه على سلم الاولويات بالعلاقه السعوديه الايرانيه، ولكن لبنان بالعلاقه السعوديه السوريه يلي بدات تتطور شيئا فشيء سيكون من النقاط الاساسيه وصولا الى عوده المعادلات اللي كانت قائمه سابقا، يعني سين سين بصيغه جديده. لحد هلا انا خبرك خبريه، لو بتشوف الناس اللي الافرقاء اللي عم بيحاولوا يروحوا على سوريا هلا عم بيطالبوا عم بياخذوا مواعيد من القيادات او مسؤولين عم بيحسنوا شروطهم بسوريا وركضوا هلا فجاه رجعت عجقت الطريق. بس انا عم بقول لك السوريين لحد هلا عم بيقولوا نحن ما رح نتدخل بالملف اللبناني، روحوا شوفوا حزب الله. طب ما عم بندور نحن بحلقه مفرغه، بس سياتي لحظه معينه يعني تصور ستأتي وين صرنا لحظه عوده المعادلات الاقليميه اللي كانت قائمه لحكم لبنان، هذا بتقولي لا؟ لا بقول انا انه نحن يعني نحن اللبنانيين، طب شو هالفشل اذا هلا صرنا نحن عم نروح بنقول لهم للسوريه دخيلكم تتدخلوا، هن عم بيقولوا لنا ما بدنا نتدخل. طب معقوله؟ طب نحن ما حدا بيرجع بعيد النظر، هن عم بيقولوا لنا عندنا حزب الله في لبنان، الشأن متروك له. حزب الله بضل لبناني، حزب الله بضل لبناني وخذوا واعطوه معه. ما بعرف يعني انه ليش نحن بنفضل نحكي يا مع الايراني يا مع السوري يا مع الامريكاني وما بنقبل نحكي مع بعضنا، انه ما بعرف. خلينا نطلع بقى من هالفكره انه نحن في اعداء وكل واحد يلغي الثاني بهالبلد، هالبلد لازم يساع للكل، وهيدي رسالته امبارح رجع ذكرها بفتكر الرئيس ميشيل عون. خلينا نفكر هيك حاج، نحن راكدين شو بده فلان وشو بده كيف بدنا نقنع فلان، ونتخطى بعضنا هون وما بنقبل نحكي مع بعضنا، بس نقبل ننطر بس خليني كفي لك، نقبل ننطر بالاوضه الخلفيه لحتى يستقبلنا شي مسؤول بشي بلد لنحكي معه. للاسف يعني بعد نحن ما اقتنعنا انه هالبلد هي المشكلة هو إنه وطن، انه في البعض شاب على امر معين وتعود على السوري وعلى اكس واجراج وزد، اللي يتعود على شيء مش هيتعود بسهولة على إدارة حرة وسليمة للملف الداخلي اللبناني. هذا للأسف إيه، بس أنا هيدا شيء بزعلني استاذ جورج، بزعلني نحن المفروض يزعل كل مشاهد، نحن ناطرين يتفقوا الإيرانية والسعودية وبكرة السورية منتفقوا، ساعتها نحن نقبل إنه يجوا، بس ما بنقبل نحكي مع بعضنا. مش عم نقولها، في ناس معودة على الجزمة. على كل حال فاصل ونعود لمتابعة حوار اليوم عنا، كمان بدنا نرجع نحكي شوي أكثر عن الملف القطري، عن ما يقال عن إمكانية أن يكون هنالك دوحة بصيغة جديدة أو شيء جديد على مستوى اتفاقات داخلية وأقليمية ودولية بهذا الشأن. فاصل ونعود. نعود إلى حوار اليوم ونستأنف الحديث الرئاسي مع الزميلة سكارلات حداد. سكارلات، توقفنا عند النقطة القطرية، حركة الموفد القطري يلي التقى الجميع ضمن حزب الله وأيضا إسلامي فرنجي امبارح، الوزير جبران باسيل وكل القيادات، الدكتور سامي جعجع، طبعا طبعا ما رح ننسى، ما بدي انسى حدا، ورئيس نبيه بيغي كلهم لا بيزعلوا منه لا ما مش هنزعل حدا، التقى الجميع. ماذا أراد القطري أن يقول؟ هل أراد فقط استطلاع الجو أو نقل رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين؟ وهل يعد العدة لدوحة
جديد؟ لك هلا المعلومات بعدها شوي شحيحه، لانه ما حدا بعدين بتعرف شو صاير بهالبلد، ما حدا بيخبرك غير اللي عباله يخبرك، اللي بيروح ضمن هو تصوره او هدفه، او للاسف بدك تجمع كل هول تركب بازل لتقدر توصل للمعلومه الحقيقيه، لخبر معين. بس يلي لحد هلا في تقاطع بين كل المصادر يلي معنيه بهاللقاءات يلي عملها الموفد القطري، انه عم بيستمزج، عم بيسمع، عم بيسال. انا بعتقد عم بيتحضر شيء، عم بيتحضر يا يمكن مؤتمر بالدوحه ولا غير الدوحه، مش بالضروره يكون بس بالدوحه، لانه انحكى فتره انه بمصر. على كل حال الملف عم بيتحرك، وكل واحد عم بيجرب هلا يدافع يعطي وجهه نظره، هو بالنهايه عنده هو وجهه نظر، يعني الموفد القطري عنده وجهه نظر، ومثل ما قلنا هن يعني بحبزوا قائد الجيش، قائد ترشيح قائد الجيش. بس انت اليوم اذا جبت، مثل ما قلت لك، اذا جبت رئيس وما اعطيته، ما جبت يعني ما زبطت التركيبه كلها، ما رح يقدر يعمل شيء. هل وضع البلد مشان هيك القصه عم تاخذ شوي وقت، لانه بدك ترتب كل شيء ليقدر يجي رئيس مع رئيس حكومه ومع حكومه يقدروا يقلعوا به. في عمل شو بيضمن كيف الامور بايجابيه بعدين؟ اولا، ثانيا، انا يلي حسيته انه الصراع الحقيقي هو مش على رئيس جمهورية ورئيس الحكومه قد ما هو على التوجه العام شو بدها تعمل هالحكومه وهالاكيب اللي بدها تيجي رئيس ورئيس وجه لبنان للمرحله المقبله. ايه، هيدي هي اللي عم بينبحث في كله بالغرب وحلفائه بيقولوا لك في قصه صندوق النقد الدولي وبدكم تعمل، ما في مهرب من الاتفاق معه، وفي فريق ثاني عم بيجرب ما نوصل لاتفاق، يعطيك خيارات تانية غير الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فإذا أنا بعتقد هاي هي الفحوى، المشكلة هون صندوق دولي ولا مش صندوق دولي، صندوق النقد الدولي ولا مش. وقيل أيضا أنه سليمان فرنجي طرح عليه موضوع صندوق النقد الدولي بوقت حزب الله، كان في رد، محمد رعد رد أنه نحن ما بنقبل يفرض أي أمر على مرشحنا، يعني حزب الله لا يريد صندوق النقد الدولي بشكل واضح. لا ما بيقولها بشكل واضح، بس لأنه خايفين منه بكلامه الأخير، لأنه هن خايفين منه، لأنه صندوق، تجربة صندوق النقد الدولي ببلدان صار فيها مشاكل كبيرة أقل يمكن من مشكلة لبنان مثل اليونان، ما كانت مشجعة، أخذت معهم سنوات وبعد لهلا المودعين ما رجعوا أخذوا كل. بدي كمل بالموضوع القطري. أنا بعتقد هون في شيء عم بينبحث، يعني مخفي ما بيطلع على العلن، بس هيدي هي في حزب الله عم بيشجع الخيار الشرقي، توجهوا شرقا بدون ما تقطعوا العلاقات مع الباقيين، بس وفي فريق تاني خلينا نروح صندوق النقد الدولي وخلص لشو نوجع راسنا. وصار حزب الله بيتمثل اليوم بالتجربه السعوديه بما يتعلق بالتوجه باتجاه الصين ودول اخرى دون رؤيه 2030. اكيد انه هيدا الموقف قوي وتعزز اذا بدك مع التطورات. هل التطورات وصلت لمرحله انه خلص صارت المنطقة تحت رعاية؟ انا ما بعتقد. تحت رعاية مين؟ تحت رعاية روسية وصينية. انا ما بعتقد وصلنا لهون، لانه الامريكان بعد ما تحركوا بشكل واضح، بس اكيد مش. ماذا ينتظر الامريكان للتحرك بشكل واضح؟ يعني البعض يعتبر ما يجري في المنطقة انكفاء امريكي بهذه المرحلة على حساب تقدم صيني روسي. فيك تفسرها هيك، بس انا بعتقد الاساس عم بيصير باوكرانيا. يعني الاهتمام الامريكي اليوم واهتمام الغرب اليوم هو في اوكرانيا، وعلى ساحة ان الدولة عظمى، ان الدولة الاكثر عظمة شو بيقولوا، عظامة اللي بدك. هن بيلحقوا على كذا ملف، بس هن اليوم بيعتقدوا انه اذا قدروا كسروا رئيس بوتين باوكرانيا ما بقى في لزوم، بصير هدفهم الوحيد هو الصين، ما بيعود هدفهم روسيا والصين. بوقت يعني اليوم عم بيخلق عالم جديد، بينما عندهم مشاكل حقيقية، في خلافات حقيقية بينهم وبين الإسرائيلية، بين القيادة الإسرائيلية، يعني عندهم كذا ملف اليوم. لبنان مثل ما قلت لك هو تفصيل، بيقولوا هن مثل المسيحية، بيقولوا شو ما بدهم، ما بيقولوا شو بدهم لحد هلا. بس يعني جزء من هالتركيبة، بس في شيء كبير عم بيتحضر بكل المنطقة. هل المنطقة رح يكون في تقاسم نفوذ؟ نحن شو لبنان مقسوم رح يضل ولا رح يعني تتوحد؟ ما بعرف، يعني ما في أسئلة، سوري بس ما عندي أجوبة عليها. ما في جواب عليها هلا، بس أنا أكيد إنه في شيء كبير عم يتحضر، ونحن يعني أنا كنت مفضل نحن نحمي حالنا كلبنانية، لأنه هيك صراعات كبيرة، لبنان ماشي تفصيل ما كتير رح ياخذوه بعين الاعتبار. مش فاضيين، ملهيين بخلافاتنا وصراعاتنا الداخلية. لو نحن بنتفق وبنقطع هالمرحلة، بس ما كمان عندك الأسئلة الثانية، طب إجا رئيس، إذا ما في تغيير
بالتعاطي الخارجي مع لبنان، كيف بده يجيب مصاري؟ كيف بده يحل؟ بده ياخذ يعني بده يألف حكومه، هالحكومه ما حدا رح يكون عنده الجرأه ياخذ القرارات يلي منا شعبيه، يلي مجبور انت تاخذها اذا بدك تاخذ المصاري من صندوق النقد الدولي، يعني عندك عده معطيات، يعني بس بكل الاحوال في كثير قرارات لاخر الطريق، في كثير قرارات غير شعبويه صارت بحكم الواقع مطبقه، وبعد في جزء غير مطبق. بس هي كيف صارت؟ يمكن جزء يتعرض يتعلق بالاداره العامه. بس انا بقول مش صدفه يلي صار، انه في ما عندك انت حدا مسؤول تقدر تيجي تحاسبه، وعم تتاخد هالقرارات حتى هيك بطريقه ما كانه اتاخدت، والمواطن عم بيتعود عليها وعم يمشي بشكل عادي طبعا ويستكمل يوميته. بس المواطن اليوم ما عنده حدا ينقم عليه، انه بتيجي بتقول له مثلا رئيس حكومه، ما رئيس حكومه هو مستقيل، شو في اكثر من هيك؟ واذا بده يجي ياخذ قرارات كلهم بيقوموا عليه، فاذا ما عندك بارلمان ما عم يعني شيء بيقولوا لك انه بس لازم ينتخب رئيس، ما لازم يشتغل، يعني ما عم يشتغل مضبوط، رئيس جمهوريه ما في حدا تقدر انت تنقم عليه، وبهالوقت عم تتاخذ قرارات. يمكن هيدي المرحله ما يعني بتناسب تريح المرحله المقبله، بتناسب هالافريقا يلي ناطرين تا يجي القرار من برا، وهلا ما حدا بيتحمل مسؤوليه، والعالم عم تاكلها كل يوم وضع اضرب من يوم. اسكالات حدا تعتبرين انه الحراك القطري القائم اليوم ياتي برعايه سعوديه، في طلب سعودي لهذا الحراك او لا؟ هو يأتي فقط من باب حرص قطر على الواقع اللبناني ومحاولة لأحداث خرق معين بالداخل. لا، لأنه قطر عندها علاقات مع الكل، عندها علاقات. لا على شو؟ لا مش مع السعودية، مش بتنسيق مع السعودية. لا أكيد بتنسيق مع السعودية، بس مش بطلب سعودي. هي عم تلعب، لأنه عندها قطر عندها مشكلة أساسية هي سوريا. لحد هلا السوريين مش قبلانين يتعاطوا مع القطريه، والقطريه ما بيقدروا يفوتوا كل البلدان العربيه يرجعوا على سوريا الا قطر تضل برا، لانه يعني عم تستخدم الساحه اللبنانيه للعوده الى المجال السوري. اذا فيها تساعد ليش لا؟ لا لا تغطي عن عجزة بسوريا. بقى إذا قطر عندها علاقات منيحة مع إيران، عندها علاقات منيحة مع السعودية، عندها علاقات كتير منيحة مع الأمريكان، إذا فيها تلعب هالدور التوفيقي وبتغطي هيك بالأمور، بتصير إذا قدرت عمليه نجاح بلبنان شوي شوي بتنفتح، بترجع بتترتب علاقتها. تعتبري قادرة قطر أن تلعب دور فعال في لبنان وناجح في لبنان، أن تؤدي إلى فتح جدار بالأزمة اللبنانية؟ أنا بعتقد إذا حان الوقت بس إذا ما حان الوقت لم يحن الوقت لا. لأنه في بلبنان يعني في عدة لاعبين بعد لم يحن الوقت، بعد بلش يقرب الوقت، يقرب ولكن بعده منه بعد مش هيدي هي اللحظة يلي ممكن التحرك فيها. أنا بقول بدنا ننطر بعد القمة العربية. القمة العربية رح تكون هالمرة مفصلية، لأنه لأول مرة رح ترجع سوريا من قديش 11 سنة وأكثر، رح ترجع سوريا ورح نشوف بتكون بلش تترتب، لأنه ما بدنا نشيل من راسنا أنه لو شو ما صار ما رح يصيروا العرب ضد أمريكا يعني. فإذا في رح يتبلور من خلال هالكمة ونشوف شو بده يطلع عنا نتائج وقرارات، حتى لو ما بينقال بالشكل صريح بس بتقرأ بين السطور، هل في تسوية كبيرة بالمنطقة عم تتحضر ولا لا؟ عم بيقولوا حتى إيران يمكن تحضر كمراقب هالكمة العربية. فإذا في معطيات، وهي الكمة مش كتير بعد شهر ونص يعني. اليوم رجعت إيران وفتحت السفارة بالإمارات العربية المتحدة. مضطر يكون يراعي شو التطورات الأقليمية. بكل أحوال كمان لافتة أنه نقلت هذه القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية بطلب من السعودية، طبعا لأن يبدو تريد السعودية بمكان معين أن تكون الراعي الجديد لهذه المنطقة أو القائد الجديد لهذه المنطقة. انطلاقا نرجع نذكر من رؤية 2030 للملك للولي العهد. بس هي لأنه كمان في موافقة عربية لترجع السعودية يعني. على دور السعودية يعني كل هالسنين على دور أنه ترجع السعودية هي إذا بدك تتزعم العالم العربي، بالتالي اليوم رهين على دور السعودية البناء حتى بالملف اللبناني. البناء على الصعيد الكبير بيرجع بيلحق لبنان، بس إذا اللبنانية بيضلوا هيك منقسمين يعني بيكون في ربح من طرف على طرف، وهيدا الشيء يلي يلي بيرجع بعد كم سنة وقت تتغير بيرجع بيتبلور بخلاف داخلي باللبناني. للأسف لازم اليوم الوضع قرارنا. العلاقة اللبنانية السعودية أفضل اليوم مما كانت عليه؟ لا ما بعتقد انه افضل، بعتقد انا انه السعوديين مش كتير مهتمين بلبنان. عم بيفسرونا بكل الطرق بس احنا مش عم نريد نفهم. لا بس انا من معطى يتعلق بالقنوات الايرانية المعارضة للمملكة العربية السعودية التلفزيونية اللي كانت تبث من لبنان واللي
تستعد للانتقال إلى خارج لبنان. هيدا معطى بيقول بشكل واضح أنه لبنان لم يعد أرض مفتوحة لتوجيه رسائل المملكة العربية السعودية. بلشت مفاعيل، بس لأنه برجع بقول لك الأساس مثلا عند السعودية هو الملف اليمني، وفجأة رجعنا قرينا أنه هلأ تمددت الهدنة لشهرين. يعني بعدنا ما وصلنا لحل جذري، بس بعد عم تتمدد الهدنة شوي شوي يعني لشهرين. هلأ بدك تشوف بآخر هالشهرين شو بيصير، يمكن هالكمة العربية تحسن، يعني يتخذ قرار واضح أنه مثلا وصلنا لحل، بدنا نحل ملف اليمن، بدنا نحل. فهمت كيف؟ يعني الأمور بلشت إذا بدك تتحرك بشكل إيجابي، أنا بعتقد إيجابي، ما توقف حرب هيدا شيء إيجابي، بس بعد ما فيك تلمسها بطريقة واضحة بلبنان. سيصلون إلى مرحلة ويبحثون به بشكل حزب الله في لبنان؟ ممكن، لانه يعني انا بدي اقول لك انا اللي بتذكره انه وقت كانوا يحكوا لرئيس ميشيل عون عن وقت حكي مايك بومبيو وحكي غيره، يعني من المسؤولين الغربيين اللي اجوا على يزوروا، كان يقول انه نحن هيدا الموضوع سلاح حزب الله، هيدا منه موضوع داخلي، هيدا موضوع اقليمي، انه وقت بتنحل الامور كلها بالاقليم بيجي يدور، بس نحن تطلبوا منا نحن كلبنانيه نوقف، مش رح نعملها كفريق، يعني منفوت نحن بصراع داخلي نحن. ويعي حزب الله هذا الموضوع؟ طبعا اكيد يعي، ما هيدا المواضيع حاكين فيه. بدا يحشر بالزاويه حزب الله تعتبرين اليوم؟ لا بدي منك جواب صريح طالما طرحت هذا السؤال. لا ما بعتقد، انا ما بعتقد، بعتقد حزب الله منه خايف على وضعه ابدا. مشان هيك انا قصه انه سليمان فرنجيه بيحمي ما بيطعن المقاومه بالظهر، انا ما كثير بامن فيه، لانه بعتقد حزب الله عنده من الكفايه قوه، من الكفايه صار بالمعادله الاقليميه، ما منه بحاجه، يعني وقت بيتفقوا الايرانيه والسعوديه مين رح يطلع ويطعن؟ ما هذا ما نقول انه يعني بيطعن، اذا بدها تنطعن المقاومه بدها تنطعن من داخل المقاومه مش من حدا ثاني. ايه بعتقد انا انه ما مش هيك، يعني مش هيك بتنبحث الامور. حزب الله عنده يعني لعب دور اساسي بسوريا، وهلا الناس فيها تنتقده، بس هو لعب دور اساسي لمصلحه لبنان، لانه بنتذكر كلنا بدايه حرب الجهود وكيف بلشوا هن، يعني صار في تنسيق بين الجيش حزب الله. لا في اشياء فيك تستفيد منها. هلا هل بينحط ضوابط انه ما يستعمل هالسلاح بالداخل؟ انا ماني شايفه انه عم يستعمله بالداخل، اللي بده يخاف هو بخاف، مش لانه اجى حزب الله حط له الفرد براسه. بس انا اللي بدي اقوله يعني معلش حجب ان نضخم فقد القوه يلي موجود عند حزب الله اليوم، برايك بدا يتراجع شيئا فشيء؟ هلا فائض القوه شو عم نحكي داخليا فائض القوه موجود عند الحزب، يعني ما قدر يعمل يعني شيء، لا قدر يفرض مرشحه، لا قدر يغير يقوم على فرض مرشحه، يعني ما سال حدا من حلفائه الاساسيين بمرشح. ما بدنا نرجع لنفس التركيبه، لا بدي ارجع، لانه ذات الشيء وقت بتجي القوات اللبنانيه بتقول ميشيل معوض هو مرشحنا، هو مرشح تحدي، طب ما هن عملوا ذات الشيء، يعني وصلوا، بس انه ما اخر شيء مثلا، ليش نحن بنفوكس على حزب الله ما بنقول، لانه عم نحكي عن حدا هو حليف التيار الوطني الحر، كان ما بعرف اذا بعده حليف التيار الوطني الحر. طب انه حليف التيار الوطني الحر ما بيسالوا برايه بسلامه فرنجيه، بيمشي عكس ما يريده التيار الوطني الحر، هذا ما فائض قوه بمكان معين؟ هلا هيدا فائض قوه بالعلاقه مع التيار الوطني الحر، هل هو فائض قوه على صعيد لبنان؟ انا ما شفت قدر ياخذ يفرض ولا قرار هو بده اياه، مثلا واحد منهم قديش قالوا انه روحوا شرق وفي عرض صيني، وفي قدر حدا ياخذ هيك موضوع؟ بعدنا هلا ناطرين لحتى امريكا تيجي تعطي الولايات المتحده الامريكيه تعطينا اذن مشان ناخذ لنا كم كيلو وات من الاردن، وكم الاردن مستعده ورجعت زكريا وشويه غاز من مصر. بعدنا لهلا عادي قبل ما تتالف حكومه الرئيس مئاتي كان عم بينحكى فيها، والف حكومته رئيس مئاتي على هالاساس، انه تتذكر قديش انحكى انه هلا رح تنفرج الامور ورح نقدر نجيب كما كانوا واعدينا ب 15 ساعه كهرباء نهايه السنه. فاذا يعني ما قدر فرض يلي بده اياه حزب الله، يراعي التوازنات، يراعي التوازنات، يعني عنده فائض قوه بيستعمله لما بده، لما ما بده بيراعي التوازنات. انا ماني موافقه معك، انا ماني شايفه انه عم بيستعمل فائض القوه تبعيته بالداخل اللبناني، ماني شايفه. هلا بالعلاقه مع التيار الوطني الحر ممكن يكون في خلل بالحوار، في جديد على صعيد هذه العلاقه؟ في تواصل عم بيصير، تهدئة معينة؟ لا في تهدئة، مش ملاحظ انه في تهدئة، بس تواصل بعد، لا تواصل بعد في عتب من الجهتين، خلينا نكون منصفين، في عتب كبير من الجهتين.
يعود التواصل بعد الانتخاب الرئاسي تعتبرين سكارليت حداد؟ هلا انتخاب الرئاسي بعد في شي شهرين ثلاثه بالقليله، خليه يصير التواصل قبل. كيف تقرأين اداء التيار الوطني الحر بالملف الرئاسي؟ البعض يعتبر انه جبران باسيل عزل التيار من بعد ما تصرف بكل هذا الرفض لكل المرشحين لكل السيناريوهات ووضع التيار بالزاويه. انا بعتقد انه التيار كان هو عنده الموقف الاكثر اذا بدك لبناني. اول شيء التيار خلينا نقوله معلش، هيدا يمكن الفئه الوحيده وصلت عيلتها بس ما بتعجب حدا، بس كرر الفئه الوحيده اذا بدك بلبنان اللي ما عندها امتدادات خارج لبنان، ما عندها يعني لا داعم ولا وصي ولا مساعد ولا ممول ولا شيء، هي حاله لبنانيه. وكان كل وقت عم بيدعي للحوار، شو فيها شيء غلط انك تدعي للحوار؟ يعني بالعكس، ما نحن هيدي سمة لبنان، انه لبنان هو مبني على الحوار. انا بعتقد هيدا الموقف الصحيح. هلا كل واحد صار يتحدى الثاني، وخلينا نقولها بلش التحدي من فريق ما كان يسمى ب 14 اذار وعلى راسه القوات اللبنانيه، انه بدنا ميشيل معوض وهو شو قال هيك. بس عندما دعي لحوار من قبل رئيس بري لم يلبي الدعوه، وفرط هو والقوات فرطوا حوار تبع رئيس بري، لانه كان صار في يعني نوع من التشنج ونوع من الشعور انه هيدا الحوار معمول بس ليكسو يعني اخر شيء. بس بعده لهلا هو عمل ورقه مواصفات للرئيس انه قدر يتخطى حتى الاسم، انه تعالوا نتفق على المشروع. بس ما حشر بالزاويه اليوم عندما يرى ان البعض يعتبر انه كل ما يقدمه التيار هو محاوله رفض مستمره بالملف الرئاسي، عرقله بالملف الرئاسي، وما عنده بديل، ما عنده مرشح يطرحه. مش مزبوط، انا ماني شايفه هيك. هلا بغض النظر عن الاسماء اللي عرضهم، بس هو عم يعرض اسماء وعم بيحكي فيها وقت عمل هالورقه وزير عمل اذا بتتذكر حكى عن مواصفات ما حكى عن اسماء. لا حكى عن اسماء وصار في اسماء ومعروفه يعني، فاذا ما بيعجبوك بس بتبلش الحكي من مطرح، ما بيكون الحكي هيك بس بالمطلق نظريات. ما مشيت هالمبادرة لأنه مثل ما قلت لك كل واحد مترس على رأيه، وبالنهاية أنا برجع بقول لك كلهم ناطرين القرار الخارجي، لأنه إذا ما في حلول ما رح هيدا الرئيس اللي بده يجي رح يعني يندم كيف إجا، لأنه أنا بدي الظروف صعبة كتير. أضطر أقطعك سكارليت حداد لننتقل لمتابعة القديس الإلهي من حريصة بمشاركة النواب المسيحيين 53 نائب وبترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرعاة. شكرا لك زميلي سكارليت حداد.